طلب منه ان تكون حاجز، ما نخليوش الغزو الثقافي يدخل لولادنا شبابنا. وكنا نحاربوه بالكلمه نتاعو، نحاربوا الغزو الثقافي. مداخلة نتاع قيمة سيد الأستاذ، أنا عندي سؤال في ما الحل؟ ما الحل؟ تكلمت وأنا أتكلم كرئيس بلدية وكمواطن بسيط في هذه البلد. نديروا جماعة نتاع شباب لا يكونوا بتطرف ديني أو تطرف مفهومي واضح من بين السطور، يكون شباب معتدل، شباب شباب شباب. وهذا كل هو الحرص، والحرص التام على أبنائنا. لا نريد شيء إلا أبنائنا وأحفادنا ومستقبل الجزائر. إذ كان الحل بيدينا فأهلا وسهلا. إذا كان الحل خارج أيدينا فننتظر الجواب. وشكرا. سؤال، فهل نعاني من صراع ايديولوجي في بلاد مسلمة؟ هل هنا يوجد صراع؟ يوجد هل هناك لائكية علمانية شيوعية؟ لما ينشر كتاب يتحدث عن تاريخ الجزائر ويعرض في معرض دولي، بينما لا يعرض كتاب يتناول قضايا عقائدية ويسحب بها بعدها من كان معروضا في الرفوف؟ شكرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى رحمة العالمين. شكرا لأستاذنا الكريم، صراحة يعني أعجبني كثيرا أسلوبه وكثرة الأمثلة وصدق لهجته، فنسأل الله تبارك وتعالى له المزيد من التوفيق. فقط سؤالي لشيخنا جزاه الله خيرا، يعني في ظل هذه التحديات، يعني مخدرات، مواقع التواصل، كثير من الامور، يعني ما هو موقع ائمه المساجد بحكم اخوكم امام مسجد، ما هو موقع ائمه المساجد في ظل هذه التحديات؟ او بعباره اخرى، ما هي النصائح والتوجيهات التي يعني تسدونها لائمه المساجد؟ ونحن نرى للاسف كثير من اخواننا الائمه راهم خارج نطاق التغطيه خلاص، يعني خطابه، اسلوبه، دروسه، خطبه في واد والشباب في واد آخر. فنريد من أستاذنا الكريم حكم تجربته وأسفاره أن يعطينا توجيهات في هذا الباب، وجزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر أستاذنا الكريم على هذا الطرح الذي طرحه، لكن أريد أن أتكلم في هذا الموضوع، وأن هذه الوسائل أصبحت شيء تقدر تقول حتمي على شبابنا وعلى أسرنا. لا، أنا أشكر شرفة السلوات على هذا الجهد المبذول وعلى اللفت الطيبة، ونحن نعيش بركة الزمان والمكان والعنوان في هذه الأيام المباركات. شدني العنوان وشدني المكان وشدني الزمان، وقد تكلم الأخوة الأفاضل عن كل هذه الحيثيات كلها. أستاذ علي كعادتي دائما بارع، محاضر بارع، وتجد معه الجديد لسعة اطلاعه وتحكمه في اللغات، فتجده دائما يقدم الجديد والمفيد. ومن حق هذه الدنيا أن تقدم فيها شيئا جديدا، وأن يكون هذا الجديد مفيدا كما قال الإمام الإبراهيمي. العنوان عن الشباب والتواصل الاجتماعي، كلمات وعبارات رائعات فيما يخص الشباب، وينبغي أن ننظر لهذا الشباب بنظرة إيجابية يا جماعة، فلا ينبغي أن ننفرهم ولا ننظر لهم نظرة دون، وبأنهم تافهون وبأنهم خارجون عن الطريق. لا لا لا، نحن نعيش عالما افتراضيا وواقعيا، اصبح واقعا معيشا. انا اشبه استاذ علي، اسمح لي هذا التشبيه، وانت صاحب التشبيه بالمثال يتضح المقال، اننا نعيش العولة بكل تجليتها، واسميها انا يعني تشبيه التسونامي. كما تضرب التسونامي الاراضي وتنقص من اطراف الارض وتضيفها الى البحار والمحيطات، فكذلك العولة هذه التسونامي يا جماعه. تسونامي اخذ من شبابنا عقله وقلبه، ولم يترك لنا إلا أجسادا تعيش معنا بحركات ميكانيكية لا قبل بلا ولا روح. إذن التسونامي هذاك ولا التسونامي الحقيقي أصبح تسونامي العولمة بتجليات المواقع التواصل الاجتماعي، الإنترنت، القنوات الفضائية وغيرها وغيرها. الحل بأيدينا، الحل بأيدينا أن نرافق أبناءنا بنظرة واقعية وموضوعية.
لا مفر من هذا. فقال فقهاؤنا الشيخ للعموم البلوى، فهناك فتاوى فقه النوازل وفي عموم البلوى خاصة بهم، فلا ينبغي أن ننكر هذا الواقع المعيش، لكن ينبغي أن تتعاون كل وسائل مؤسسات التنشئة الاجتماعية بدءا من الأسرة إلى المسجد إلى الجمعية إلى المعرض الثقافية إلى وسائل الإعلام، ونبركيهم من فكرة هذه التضاد والتضارب والتناطح. نحاول أن نكون دائما نقدم أنفسنا، لا نقدم أنفسنا على أن بدائل عن المؤسسة الرسمية، بل نحن جزء مكمل لنلتقي بتعليمنا إلى مستوى الجودة، نكمل ما تقوم به المدرسة وما يقوم به الإعلام وغير ذلك. وبعد ذلك أيضا كان انفورماسيون دو باز، كان تكوين قاعدي مبدئي، وننبه إلى ضرورة قراءة كتابات المهتمة في الصراع الفكري ومراصد اللي أشار لها الشيخ سيد علي، مراصد توجيه المجتمعات والرأي العام، كالكتب القيمة اللي كتبها مالك بن نبي في مشكلة أفكار العالم الإسلامي الصراع في البلاد المستعمرة وغيرها وغيرها وغيرها. ونرقي ونحاول أن نبسط هذه المفاهيم التي وردت عند علمان الأجلاء مثل كلام الأئمة شيخ بشير إبراهيمي مالك بن نبي، لأن شبابنا لا يستطيعون قراءة والغوص في أغوار ما يكتب هؤلاء من فكر نير، فهنا ينبغي أن نبسط المفاهيم ونحاول أن نربط أبناءنا بهؤلاء العلماء الأفذاذ، ونحاول قدر المستطاع، ولا ننسى نسأل الله سبحانه وتعالى بالدعاء دائما أن يعيد أبناءنا إلى حضننا، فتعود لنا قلوبهم وعقولهم كما هي موجودة بيننا أجسادهم على الطاولات حينما نجتمع معهم ولو كأجساد. وفق الله إياكم، وأنا أعتذر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤالي بسيط جدا، ذكرت في المحاضرة تاعك أن مثلا بيل غيتس يعني يمنع الأبناء تاعو الحصول على سمارت فون أقل من 14 سنة، هل المنح يعني انا تناقش مع كثير من الاولياء يقول لك انا ولادي ما خليهمش يدير فيسبوك وما يدير، هل هذا الحل يعني هذا الطرح يعني واقعي؟ انا كنت مثلا ناظر هنا في بلديه تكستير، نعرف مثلا خالط الاولاد وكذا، كاينين اللي يدير تليفون ويخبيه عند زميله ما يديش البيت، طفله ولا طفل يعني يدير تليفون في جيبه، يجيبه مع لي سي، يجيبه مع هذاك يكونيكتي به، وكعد مروه يخبيه عند صاحبه، لان صاحبه الاب تاعو ما يعاقبوش يعني تشوف يعني مثلا تحايل. نعرف واحد يقول لك واحد كيدير فيسبوك، اول من واحد يبروكي مو بيو باش ما يطالعوش راه يدير مره، اون فوا يبروكي ما يعرفوش. صافي نقولوا الابناء تاعنا كما قال الدكتور راهم فايتين يا جماعه، يعني لازم نبحث على حلول اخرى، يعني الحلول البدائيه صراحه لا تنفع. والسلام عليكم وشكرا. في إطار الاقتراحات وحتى لا نترك شبابنا عرضة لمراكز التحكم وصناعة التفاهة ومنظومة الفساد، أريد تعليقا من الدكتور في فكرة ربما في التفاهة السياسية، خاصة فكرة التطبيع. فكرة التطبيع بالنسبة لفكرة التطبيع اللي احنا ربما يعني نرى بأن شبابنا بقى ضائع بعد الأفكار اللي مرت في المشاريع الإسلامية، مشروع الإخوان، مشروع النهضة، مشروع الفيس إلى آخره، كلها أصبحت يعني سمحوا لي بالتعبير يعني كأنها فيلم منتهي. بالنسبة لفكرة التطبيع هذه، فكرة التطبيع اللي راهي يروج لها الإعلام، بحيث قد تطبيع هذا وكأن تركيا وتركيا مثلا وقطر بأنهم استغلوا فكرة التطبيع بذكاء، هكذا يوصفون يعني، وسمحوا لي الفكرة ينستوا معها يعني. بالنسبة لدول الخليج والمغرب العربي، والمغرب مثلا فكرة استغلت بسلبية، ويرتبطها في 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 غياب مشروع بديل بعد المشاريع الإسلامية هذه اللي غابت. وأرجو طرحت لك السؤال هذا لأني أعرف بأنك كما نقولوا تبدع في هذا المجال، هذا شيخنا، أتمنى أن تطرح فكرة أو مشروع في الفضاء التفاعلي هذا كبديل والله متنفس للشباب حول هذا فكرة مشروع إسلامي ولا رابطة عالمية جديدة وفكر جديد يتبناه الشباب. ربما تفهمني يا أستاذي، أنا مش مختص في اللغة، أستاذ في التعليم الثانوي بيولوجيا، اسمح لي على بعض المصطلحات. شكرا.
السلام عليكم. ربما الكثير هنا لا يعرف أن الدكتور حليتيم هو رئيس مركز الشباب للبحوث والدراسات، وعلى ما أظن أن هذا المركز هذا حسب معرفتي موجود على مستوى ولاية سطيف فقط، وهو تابع لجمعية علماء المسلمين، لها نجاح باهر يعني أدهشني من بين ونشوف من بين الوسائل اللي سمحت في تطور هذا المركز هذا هي الوسائط ووسائل التواصل، هو يعرض ملتقيات دولية بامتياز. نقترن فرصة وجود الدكتور معنا ليحدثنا قليلا عن هذا المركز ونجاحاته، وهل يمكن توسيع نشاط هذا المركز ولو على البلديات او على مستوى المناطق المجاورة. شكرا. نشرب هذا الغزو الغربي كما قال الشعر، قد ساقوا أولادنا من وكرنا ليجعلوا منهم خصوم بكرنا. فالقضية أخواني أنا نقول ليس غزوهم هم فقط، إحنا غزونا حتى الناس اللي هم مسؤولين والأولياء بالنسبة لهذه القضية التطور تاعهم راه ما كانش، وأنا كسيرتي كمعاني القرآن، فكل إنسان في الدورة تاعو في البيت تاعو، هل احنا رانا نذكر ولادنا بتعليم القرآن؟ هل نتحاور معاهم؟ هل رانا نجد فيهم؟ هذه هي القضية، احنا نعلم القرآن، والله العلي العظيم أرواح شوف ابنك راه يقرأ مش يقرأ، راه يحفظ مش يحفظ، تبعو أنا وياك راه بيناتنا هذه الأمانة، والطفل هذا راه مش راه المعلم وحده اللي تقوم بهذا الدور، ولكن للأسف قضية إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. إحنا لازم المبادرة، الناس يسرفوا بعضهم، والإنسان كل صالح إن شاء الله دوله تكون صالحة، لأن الدعاء تاعو كما وكان أبوهما صالحا، فإن شاء الله ربي يوفقنا الخير، وربي إن شاء الله يدعوه يعني هو اللي يحمينا من هذه الطامة الكبرى، يعني علينا بالدعاء ثاني، والقضية راهي كبيرة، وبارك الله فيكم الشيخ يعطيك الصحة. والكرام، القضية خطيرة جدا جدا جدا، أنا أسميها إدمان إلكتروني، وهي أخطر من الإدمان على المخدرات، ولهذا الحل تاعها يتجاوز الأسرة ويتجاوز الفرد ويتجاوز المؤسسة التربوية، وأدعو وأقترح أن يكون مجلسا أو هيئة على مستوى عالي على مستوى السلطة للتحكم في استعمال هذه الوسائل للتواصل الاجتماعي، يعني قضية خطيرة جدا تتطلب معونة على مستوى أعلى وعلى مستوى الأدنى. والسلام عليكم. الحديث الذي خرجه الإمام مسلم، وتعرفونه من قال هلك الناس فهو أهلكهم، والله في الرواية الأخرى فهو أهلكهم. ننطلق من هذا الواقع المتردد لنصل إلى آفاق الفرص أمامنا كما قالت تلك الأخت، هو هذه مواقع التواصل، تواصل في الخير وفي الشر، مواقع التواصل تقدر تشوف فيها خطر دائم وتستطيع أن ترى فيها فرصة عظيمة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى سوق عكاظ وتنذر فيها النذر لغير الله، وتذبح الذبائح لغير الله، وتعظم فيها الأصنام، وترتكب فيها الفواحش والخمر وغير ذلك، ويخرج هو إلى سوق عكاظ يدعو الناس إلى ربهم، وليس كذلك، ويلقى الناس ويحدثهم إلى غير ذلك. فهذه مواقع التواصل في أمر هي تحقيق لقول الله عز وجل من جهة، يعني وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أنا سمعت خطرة منذ ذلك 20 سنة أو أكثر الشيخ الزنداني، الشيخ الزنداني يتحدث على عمر سيدنا نوح والناس الذين كانوا معه، فقال لي ماذا كانوا يعيشوا 59 سنة وهذا اللي بقى عندهم برك، يعني فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ويروى أنه عاش قبلها 350 وبعدها بعد الطوفان 350، احسب قداش. قال لك لماذا؟ قال لك أنا في رأيي، تفسيره هو يعني، قال لك في رأيي أنهم في ذلك الزمن لم يكونوا يلتقون إلا قليلا، فيلقى الرجل الرجل في العام ولا في العامين،
قال لك فأطال الله عز وجل أعمارهم ليلقوا بعضهم. قال لك والآن إحنا لما لأنه كثر الخلق فقصر الله أعمارنا لأننا نلتقي في ذلك العمر القليل ما يكفي. والآن أصبحنا في مواقع التواصل نلتقي أكثر وأكثر، ربما يعني الأجيال القادمة راح يوليوا يعيشوا أقل منا يعني بكثير. فما هو الحل؟ كاين حل على مستوى الدولة. لما تروح للصين، نروح لها مرتين، تروح للصين ما كان لا فيسبوك لا تويتر لا لينكدين لا سناب شات لا والو والو، حتى جوجل ما كانش. جوجل محرك البحث ما كانش، كاين محرك في بلاصتو صيني يسميه بايدن، وتدخل ويمد لك الامور اللي هما في الخوارزميات تاعهم يسمحون بها، والامور التي لا ياذنون بها ما تفوتش. كاين موقع التواصل الوحيد اللي هو الويشات يمشي في الصين. بولونيا عندها موقع تواصل خاص بها، كثير من الدول عندها موقع خاص بها وعندها مواقع ممنوعة. احنا في الجزائر كل المواقع مسموحة، حتى المواقع التي أنشأها اليهود ولو في غير إسرائيل، حتى المواقع يعني أكرمكم الله وأعزكم المواقع الإباحية اللي هي ممنوعة في بعض الدول الغربية وممنوعة في كثير من الدول الإسلامية مسموحة عندنا. ولما سئلت وزيرة الاتصال يعني منذ سنوات أيدت أنها تحجب تلك المواقع، ثم بعد يومين يعني أوحى لها من أوحى شياطين الجن والإنس غرورا، فقالت لا هذا يتعارض مع مبدأ الحرية. فهناك المستوى اللي نتكلموا عليه كما اللي أشار به الأخ الكريم هو مستوى رقابة الأولياء. إحنا رقابة الأولياء لازم الولي يمارس مسؤوليته، يرقب أولاده في لاعب كرة القدم هي شيء جميل، ولكن مش معناتها يلعب من الصباح إلى الليل. حتى الأمور الجميلة إذا يعني زادت عن حدها فهي مذمومة. أنا نشفى واحدة مرة كنت قاعد نلعب مع أولادي كرة قدم، وبعد ذلك تعبت فقلت لهم لكي لا أريهم أني تعبت زعما باش نبين لهم اللي راني نزلت على ديداني، قلت لهم أنا نروح نتفرج نشر. وش يقول لي ابني الصغير والله يعني اختلطت رأسي كالرصاص، قال لي يا بابا عيشة قال لي ما تشعلش التلفزيون بعد أننا نسوي اللعب ونولي وليه. تصور يعني يدرك أنها ملهية عن أشياء جميلة كاللعب والرياضة وغير ذلك. قال لي عيشة قال لي كون تشعلو قال لي رانا نروح نتفرجوا ونسوي اللعب تاعنا. فهذه مستوى. يجي المستوى الآخر اللي رانا نتحدث عليه الآن هو مستوى المواجهة في الميدان، وهذه المواجهة التي تتطلب منا خلق وإبداع، وتتطلب منا قبل ذلك أن ننظر نظرة إيجابية لهؤلاء الشباب كما أشار الدكتور عبد الفتاح، وتتطلب منا أن نلاحظ الملاحظة اللي قالها هذاك الآخر وكثير منهم ما يصليوش. الله أكبر الله أكبر، مش معناتها يا إخواني؟ معناتها رانا أمام فرصة ذهبية. هذاك اللي عمره ما يجيك للمسجد، وحتى ولو يجي عمره ما يجلس لك في الدرس، واللي عمرك ما كان راح تتلاقى معاه راك عندك فرصة عظيمة كي تبلغه الأمور التي تريد أن تبلغه إياها. فهو منبر للدعوة إلى الله عز وجل أكثر من المنابر الأخرى، وهو منبر للدفاع عن الوطن أكثر من المنابر الأخرى، وهو منبر لنشر الثقافة ونشر العلوم ونشر الأخلاق الحسنة. ولكن ليعرض السلعة تاعو لازم يعرفها، يعرف السلعة تاعو جيدا ويعرف الناس الذين يريد أن يحدثهم. أنا ما نقدرش نروح نبيع الهندي في بلاد يكرهون الهندي وما يحبوش، ها؟ أليس كذلك؟ فلازم الإنسان يعرف من يخاطب، والأفضل أن الشباب هذاك يخاطبهم شباب. كاين بعض الشخصيات الدعوية في العالم الإسلامي راهي من المؤثرين من ليزانفلونسور، لماذا؟ لأنهم عارفوا كيفاش يكسبوا الناس. نكملوا بعد هذا إن شاء الله. الرعاة
كل الصيادله ساهموا، كل الاطباء ساهموا، كل الفنادق ساهموا، يعني ملتقى المصروف تاعو اكثر من 400 مليون سنتيم ما دفعنا حتى دورو من المركز، كلهم من مساهمات. يعني لما تكون مؤسسه وتكون خطه العمل واضحه وتكون روح المبادره وتحرير المبادره موجوده وصادقه، سوف يكون الابداع بحول الله وقوته. نزيد في دقيقه برك، لماذا التحفظ على كتابي ابن باديس والميلي؟ لسبب بسيط، وهو ان التيار الفرنكوفوني هو اللي راه مسيطر على معرض الكتاب الدولي، وعام بعد عام قاعدين يفرغوا فيه من المحتوى الاسلامي، ومنع كتب ابن باديس والميلي لانها تتحدث عن شرك الاصنام والاوثان، يراد ان يفرض بعض الاوثان، قال ذاك ماسينيسا وقال كذا الى اخره، كاصنام كتماثيل. لو كنا انازيغ حقا نفتخروا عنا يوسف بن تاشفين وعنهم عبد المؤمن بن علي وعنا عشرات الممالك الاسلاميه الامازيغيه العظيمه، المرابطون والموحدون وبني زيري وبني مناد وبني كذا وبني كذا، ولكن لا يفخرون بكل هذا ولا يفخرون بابن باديس الصنهاجي الامازيغي، وانما يريدون ان ينصبوا هما رفعوا التحفظ، ولكن يبعث لك يعني ويصنديك ويشوفك يشوفك. الشيخ الذي طلب نصيحة لأئمة المساجد، والله يعني أنا أصغر من أن أقدم لهم النصح، ولكن أئمة المساجد لازم لهم لغة تجمع بين التشويق والإفهام، كما يقول ربي سبحانه وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يقول المفسرين قولا يبلغ نفوسهم. قبيل الجمعة حضرت في سطيف عند واحد الإمام وهو دكتور في الشريعة ما شاء الله، وأحبه يعني حب جما، ولكن نبغى يعني في بعض الأحيان نقول له يعني يتكلم بلغة الناس اللي حاضرين ما مش مبرونشين كما نقول، لازم لغة. وهذه باش يوصل الإنسان لهذا الخطاب هذا لازم المطالعات الكثيرة والمحاسبات الكثيرة. أنا بعد كل جمعة عندي زوج ولا ثلاثة أصحابي دائما يحضروا لي بعد الجمعة نريح معاه، نقول له واش سمعت واش ما سمعتش واش فهمت واش ما فهمتش، نعست ما نعستش، ديكوتيت ما ديكوتيتش، قول لي برك وخلاص. فدائما يقولوا لي هاك طولت هاك نقصت راك كثرت من الأحاديث كثرت من الآيات، رانا ما فهمناش واش راك حاب تقول من هذاك الدرس. فدائما التصحيح تصحيح التصحيح التصحيح حتى يصل الإنسان إلى خطاب إلى خطاب يوائم هؤلاء الجمهور. ما تخطبش للناس خطاب يوائمك أنت، اخطب خطابا يوائم هؤلاء الحاضرين. فهذه واتخاذ النماذج دائما كاين عندك نموذج ولا زوج. نختم كلام السيد الرئيس، ما هو الحل؟ هو الحل أننا نطرح هذا الموضوع بكل جدية في ورشات، حد موش حد غبرك نقولوا ضد الميكرو خاطر، نطرحوا ورشات، ورشة للتفكير. قال في أمسية من الأمسيات الويكند الجاي يجتمعوا قال الطبيب ورئيس الشعبة ويجيبوا رئيس البلدية يجيبوا جماعة من المثقفين في غداء، هذه ثاني من أسرار النجاح في المركز. دائما لما نجمعوا الناس نديروا لهم غداء عمل، ماشي تجيب الناس جيعانين وكذا والميزيريه وتحبهم يبدعوا، جيبهم في غداء عمل، جيبهم في جلسه محترمه يبدعون لك حلولا و خطط للخروج من هذه الازمه. جنته ودار مقامته مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع اله وصحبه اجمعين اخوانا على سرر متقابلين، انه ولي ذلك والقادر عليه. متعودين اننا نبدا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فنصلي على الحبيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، زيدوا الثانيه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، زيدوا واحده ثالثه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. صحابي تمر مع الله بعد ما خرجنا من رمضان الله يبارك، المفروض اننا خرجنا بكامل القوه الايمانيه والخيرات الله يبارك ان شاء الله، واحنا رانا في يوم الجمعه وما ادراك ما يوم الجمعه،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى. يعني بداية لابد من أن نشكر إخواننا على هذه المجهودات التي هم يقوموا بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يثبتهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم وحسنات والديهم وأن يرفع بها درجاتهم وأن يعلي بها مقاماتهم، إنه ولي ذلك وقادر عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في جلستنا هذه وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسنات والدينا، وأن يغفر لنا بها ويغفر لوالدينا، وأن يرحمنا بها ويرحم والدينا بمنه وكرمه ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عنوان الكلمة هي الشباب ودوره في بناء المجتمع، لكن ما يؤسف له أن معظمنا تجاوز قريبة يتجاوز مرحلة الشباب، معظمنا باستثناء بعض وليداتنا منا وبعض إخواننا من هيه. يعني هذه حالتنا، يعني الوضع اللي رانا شايفينه هذا يعطينا الصورة الواضحة لحال المجتمع. احنا عندنا في قصر الأبطال قريت يعني واحد العنوان هذا، المهم هم دايرين واحد الحملة اللي يقول لك حملة الزحف، ولا عشان هي الزحف وين يزحفوا؟ راح يزحفوا الملعب 5 جبلية بمناسبة المقابلة اللي صارت بين وفاق سطيف والأهلي المصري. فقال لك لازم لنا زحف، لكن لما تلقى شبابنا يزحف إلى هذه الميادين ولا يزحف إلى هذه الميادين فتعرف النتيجة من البداية. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا جميعا وأحوال شبابنا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. خاصة أن الشباب كما تعلمون الشباب عنده دور كبير جدا في البناء، لا أدل على ذلك مما ورد في القرآن ومما ورد في السنة ومن السيرة بصورة عامة وأخبار سلفنا، كل ذلك ينبه إلى قيمة هذه الفئة ودور هذه الفئة في البناء، دور هذه الفئة في البناء. لأنه لا تبنى مجتمعات إخواننا، معروف هذا، لا يبنى مجتمع بفئة الأطفال الصغار ولا بفئة الشيوخ الكبار. وإحنا دائما نقول إن الشيوخ خبرة لكن بلا قدرة، خبرة كاينة بصح حبسة الركبة كما يقولوا شيوخنا بكينا، والشباب المفروض قدرة بلا خبرة، فتحتاج إلى التمازج برك، نجمع بين الخبرة والقدرة وننتج منها طاقة فعالة تبني المجتمع. لأنه لا يبنى المجتمع بفئة الشباب وحدهم ولا يبنى المجتمع بفئة الشيوخ، إنما لابد من التعاون. وهذا اللي نلمسوه نلمحوه في لقطة من لقطات سيرة سلفنا في حياة سيدنا أبي بكر لما تولى الخلافة. تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت جهز جيشا بقيادة سيدنا أسامة بن زيد. أسامة بن زيد اللي كان روايات أنه في عمره 17 وروايات 18 وروايات 19، كان هزوا الوسط عمره 18. قصة معروفة وما أكثر ما تداولها وتناقلها وقالها الأئمة والخطباء أن أسامة تقلد قيادة الجيش وعمره 18 سنة أو 19 سنة أو 17 سنة. كل ذلك لينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى دور هذه الفئة، دور الشباب، لكن ينبه إلى الدور ليس بالأقوال، أتمثله بطل أقوال بطل أعمال لا ماضي الأقوال، هذه كينها لنا ولا بصير، أتمثله بطل أعمال لا ماضي الأقوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يعطي دور الشباب، يعني يحب ينبه إلى دور الشباب بالجانب القولي إنما بالجانب الفعلي. ولذلك دار قيادة الجيش أسامة بن زيد رضي الله عنه. كان سيدنا أبو بكر أول حاجة دارها بعد أن تولى الخلافة هي إنفاذ جيش أسامة. قالوا جيش أسامة لابد أنه يخرج للوجهة التي عينه النبي صلى الله عليه وسلم أو عينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم يخرج، على الرغم من تدخل بعض الصحابة ومنهم سيدنا عمر رضي الله عنه باش يثنيوا على هذه الفكرة. احنا رانا أصبحنا مهددين من كل جانب، وراها ردة كبيرة جدا وأشياء. قالوا لا، حاجة دارها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي تبين لك يا إخوانا بركة الاقتداء، بركة الاهتداء، بركة السير على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. لأن سيدنا أبو بكر يعني أصر أنه لازم يخرج جيش أسامة، وخرج الجيش فعلا إلى آخره. تعرف النتيجة أن العرب يعني بدأوا يراجعوا أنفسهم وقالوا هذا إذا كان خرجوا جيش خارج المدينة معناها كاينة جيوش كبيرة، لذلك دب في قلوبهم الرعب، وكانت من الأسباب يعني
لانتصار المسلمين بفضل الله تعالى. لكن الشاهد فيها مشهدة، الشاهد هو أن سيدنا أبا بكر لما خرج الجيش كعادة النبي عليه الصلاة والسلام في توجيه الجيوش لما تخرج كان يوصيهم مجموعة من الوصايا ما تسمى بالأخلاق الحربية. الأخلاق الحربية ما عرفت يا إخواننا إلا في الإسلام، ما تسمى بالأخلاق الحربية. لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا ولدا صغيرا ولا تحرقوا شجرا ولا تحرقوا زرعا، الوصايا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه لها، كذلك فعل الخلفاء من بعده وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. فخرج يوصي سيدنا أسامة وكفاء، فسيدنا أسامة كان راكب على فرسه وسيدنا أبو بكر خليفة المسلمين القائد الأعلى للقوات المسلحة يمشي، قائد من القوة راكب والقائد الأعلى للقوات المسلحة يمشي. فقال له استحيا سيدنا أسامة، استحيا من أبي بكر، وأبو بكر أبو بكر عند الصحابة معروف يعني قيمته كبيرة جدا عند الصحابة صغار وكبار. فقال له يا خليفة رسول الله، إما أن تركب أو أنزل أنا، يا تركب يا نهبط أنا ونمشي مع بعض. فقال له والله لا تنزل ولا أركب، وما يضرني أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد فيها وشني هو سيدنا أبو بكر قد كان في عمره اللي يجيبها نعطيه جائزة، قد كان في عمره وهو خليفة في هذا الوقت اللي كان يمشي فيه، وسما عرفنا سنة يعني قد كان سنة ولا شنو من عندكم ودي وهو الله يجزيك خير. هي كان لانه النبي صلى الله عليه وسلم يفوقه بسنتين، توفي النبي صلى الله عليه وسلم تولى اول خلافه قد كان عمره 61، كان عمره 61، 61 يمشي وموش 61 برك 61 وزيد لها رئيس وقائد اعلى القوات المسلحه ووزير ما عرف شنو الحوايج كل باش تعرف تعرف كيف كان المجتمع وباش نقولوا احنا لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. احنا لازم لنا لانه عندنا الضوء الكشف، عندنا الاضواء بحمد الله، لا نحتاج فقط اننا نهتدي بهذه الاضواء ونمشي. لكن مع الاسف الشديد كاين حوايج تحتاج الى مراجعات وتحتاج الى عمل، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع. لكن الشاهد قلنا 61 يمشي وفي عمره 18 سنه ركب، باش تعرف لماذا صنع مجد الاسلام الاول، لماذا صنع مجد الاسلام الاول بهذه العناصر. شيخ خبره وشاب بقدره، امتزجت الخبره مع القدره فانتجت ذلك المجد العظيم الذي اضعناه ورانا متشوقين له. لذلك احنا محتاجين اننا نراجعوه، محتاجين اننا نطلع عليه، ومحتاجين اننا نقراوه. حتى ان الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى يقول معرفه اخبار القوم وسيرهم احب الي من كثير من الفقه، احب الي من كثير من الفقه. والعلماء كثير من العلماء ينبه الى ضروره ان الناس لازم يقرأ سيره السلف ولازم يطالع عليها لما فيها من اشياء تنير لنا الدروب وتنير لنا الطرقات. فاخواننا تعرفوا أن الشباب له هذا الدور المهم، ولذلك في القرآن الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالضعف الأولى هي الطفولة، القوة هي الشباب، والضعف أو الشيبة هي الشيخوخة. فمرحلة الشباب مرحلة القوة. أي مجتمع لا يستغل مرحلة القوة مجتمع فاشل، مجتمع مصيره البوار. إلا أنت وش راح تستغل مرحلة ضعف الأولى ولا مرحلة ضعف الثانية؟ فتحتاج إلى مرحلة القوة بالتوجيه كما كنا نقول. ثم القرآن نبه إلى أهمية هذه المرحلة في كثير من الآيات، منها وقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى يعني كان شابا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف، إلا ذرية شباب وغيرها. وسيدنا يوسف، قصة سيدنا يوسف الكبيرة وطويلة وعريضة، كل ذلك تنبيه لقيمة هذه المرحلة وأهمية هذه المرحلة. لكن اللي يشترط فيها هو أن تستغل، من يستغلها؟ لازم المجتمع،
المجتمع الأولي استقلها لأن الشباب وحدهم هو ساعد الشباب. إحنا دائماً وشباب رايحين وشباب ضائعين كذا، ما هو دورنا نحن؟ ما الذي صنعناه نحن؟ ما الذي قدمناه؟ ما الذي قدمه المسجد للشباب؟ ما الذي قدمته المدرسة للشباب؟ ما الذي قدمه المجتمع بصورة عامة للشباب؟ فكينا مسؤولية لابد من الإحساس بها، مسؤولية مشتركة، مش كل واحد يقول أو الجوامع مش قائمين بدورها، وجماعة الجوامع يقول لك أو المدارس مش قائمين بدورها، وجماعة المدارس يقول لك أو المجتمع مش قائم بدورها، والمجتمع يقول لك ما عرفش الآباء مش قائمين بدورهم. لكن هل قام كل واحد منا بما يستطيعه؟ اشتبه الكلمة؟ فرق الدور نحن، لأن الشباب لابد من توجيه. أولا مش راح يقول لك الشيخ بشري إبراهيم، أنا في هذا الجهة واحد يقرأ أنا مني وش قال؟ ولا ما مش شايفين مليح للجيل الآتي علينا حقوق أولية مؤكدة لا تبرأ ذممنا منها عند الله، ولا تسقط شهادة التاريخ علينا بها إلا إذا أديناها لهم كاملة. أديناها لهم إلا إذا أديناها لهم، لأن الشيب واحد مسكين رايح وكذا، والوسائل وسائل التواصل وهلكة الأمة ومعرف فسدة الأمة، وسائل الوسائل أحبابنا حكمها حكم الانتفاع بها. الوسيلة أي وسيلة حكمها حكم الانتفاع بها. هاي القرعة وش فيها ضرب؟ ما وش قادر ندير فيها؟ أمورات خلينا نقدر ندير فيها أمورات ولا؟ وهي قرعة قرعة، هذه قرعة وهي نفسها نفرغ منها الماء وندير فيها الأمورات الأخرى. فهي وسيلة، وشكون اللي استخدم الوسيلة؟ أنا. هاي الـ 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 الموس، الموس في المطبخ، في المطبخ وش يدير؟ خيرات الله يبارك، خيرات كلوا واشربوا هنيئا. بصح عند السارق ولا عند اللص ولا عند المجرم، وهي وسيلة. كذلك يقولون هذه الوسائل التواصل الاجتماعي هي وسائل، هاو سميوها وسائل، وسائل الوسيلة تحكمها حكم الانتفاع بها، قادرين ننتفعوا بها إذا وجه الشباب التوجيه الصحيح. شوف يا إخوانا نقولكم مثال، معليش تعرفوا طريقتي جاي هكذا وانتم صبروا برك باش تديوا أجر الصابرين إن شاء الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صح شوف لي الوقت أنا لمن صلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. هاي جينا شوية متأخرين عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، قبل ما نذكره لما تسمعوا هذه الكلمة إخواننا تسمعوا قضية الاستمتاع بالشباب، الاستمتاع بالشباب. يقول لك واحد أنا حب نستمتع بالشباب، كيف يعني نستمتع بالشباب؟ التحواس والتدريس والترفيس وكل ما وعدنا نستمتع فيه. معروفة هذه، معروف أمر حملنا ودور منا واسمع لهذيك معروفة، يعني هذا معنى استمتع بالشباب. لكن تشوفوا كيفاش كان الشباب الرعي الأول كيفاش كان يفهم هذه الكلمة، هي نفسها الكلمة نفسها، استمتع بشبابي نفسها. شوف استمتع بشبابي هزها عند شبابنا هل تعرف النتيجة، لكن هزها لكم الآن عند عبد الله بن عمرو بن العاص واحد من الشباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصلته الأخبار من خلال والد عبد الله اللي هو عمرو بن العاص، لأن عمرو بن العاص لما زوج ابنه عبد الله بن عمرو كان يروح يطلع على زوجة ابنه، فكان يسقسيها على أحوالها وأمورها وكذا، فتقول له نعم الرجل، يعني على ابنه زوجها، يعني نعم الرجل لم يفتش لنا جنابك، وطول النهار صائم وفي الليل قائم وخيرات يعني. فهو فهم سيدنا عمر، ما أدرك مع عمر لأنه واحد من دهات العرب، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وشكب ابنه، قدم شكوى رسمية باللي ابنه راه مفرط في حقوق أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أروح التوجيه. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كيف أنت مع القرآن؟ قال له أختمه كل ليلة، يختم كل ليلة. قال له ومع الصوم؟ قال له صوم كل يوم، كل يوم صائم وكل ليلة قائم يختم القرآن كله في القيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجه هذه الطاقة توجيه صحيح، هي مليحة جميلة، واحد النهار كامل صايم وفي الليل قائم، كاش قد هذه؟
صح النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتج من الشباب ما 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 ينفع المجتمع. إنسان مضيع أهله، إنسان مضيع أهله. ذلك الشيخ ابن بديس رحمه الله لما دار ذيك المحاضرة لمن أعيش للإسلام وللجزائر، المحاضرة الطيبة العظيمة ذي، فهو ذكر بعد ذلك بدأ يفسر ليه يعيش للإسلام، فسرها مليح وذكر أشياء، ثم لماذا يعيش للجزائر؟ قال بلك ذكر بعض الناس يظنون أن يضيق الأفق، لماذا أعيش للجزائر فقط؟ وهل كينا غير الجزائر وطن من الأوطان؟ إخ كينا أوطان الجزائر وكذا؟ فوش يقول لهم هو؟ قال الإنسان اللي ما عندوش دور، ما عندوش خير على وطنه، ما عندوش خير على الأوطان الأخرى. اللي ما عندوش واحد ما عندوش خير في بيته، كيفاش راح يكون خير؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ لا يقول وخياركم لنسائهم، لأنه إذا كان في 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 داره مش قائم بالمهمة على أكمل وجه، وبره وش راح يدير؟ لأن أهم شيء أن تصلح الأسرة، إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. لكن هو في داره أبو لهب ولا أبو جهل ولا كذا، وبره أبو بكر، فما تصلحش. فلازم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهل. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجه، قال له صم من الشهر 3 أيام، صم من الشهر 3 أيام، قال له أستطيع أكثر من ذلك. كان الرواية الأخرى، هذه في رواية الإمام البخاري، في رواية أخرى في السنن، كان من الشناسي في السنن، الله أعلم في السنن النسائي أو الترمذي، المهم في واحدة من السنن الأربعة، قال له لما يقول له صوم 3 أيام من كل شهر، يقول له يا رسول الله، هذا هو محل الشاهد، قال له يا رسول الله دعني أستمتع بقوتي وشبابي، قال له دعني أستمتع بقوتي وشبابي. الاستمتاع بالقوة بالشباب فيش؟ ليه؟ لأنه هما وجه التوجيه الصحيح، هما تربوا التربية الصالحة، تربوا على أنه عنده دور في المجتمع. واحد العام كانت شفوا درتكم واحد الدرس على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أشياخ صحابة، على يساره وعلى يمينه شاب من الشباب غلام، قيل إنه الفضل بن العباس وقيل غيره، المهم شاب من الشباب قاعد على اليمنى، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بلبن، النبي صلى الله عليه وسلم شرب من اللبن، ثم من السنة أنه تيمن يبدأ على اليمين، فلما يبدأ على اليمين باش يبدأ بالشاب الصغير هذا الغلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أراد أن يربي الغلام ويربي الأشياخ للزوج، يربيهم في زوج، فيقول للغلام طفل صغير، يقول له أتأذن لي رسول الله، شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ فهو علم هذا الصغير، علمه احترام الكبار، علمه كيفاش يحترم الكبير. أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ صح دورك صح، يعني احتراما وتبجيلا وتوقيرا للشيوخ، فأنا نعطيهم هم ليشربوا لي. أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ ونبه الأشياخ إلى ضرورة احترام هذا الشباب، احترامهم، لازم يشعر الشاب باللي عنده كيان في المجتمع، يشعر باللي عنده دور في المجتمع، يشعر باللي عنده أهمية في المجتمع، ما يشعرش باللي كم هائل سوق الذر يقول لك خليك منه، اللي يلقاه في الجامعة يمشي توا. الأمور اللي رانا نديرو احنا والأخطاء الكثيرة، ذلك مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال علامة تختالون؟ قالوا بدأت ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. احنا حاطين بلي كم مهمل ما عنده حتى معنى، يروح للجامع نخرجوه من الجامع، المفروض أننا ننظموه في الجامع مش نخرجوه من الجامع. أنا عندي في الجامع اللي راني فيه بعض الشيوخ عاداوني العداوة الشديدة، بلك راح تستمر إلى يوم الدين. ليه؟ لأني قلت لهم لازم نحترموا وليداتنا هذو، لازم نحاولوا كيفاش نخليهم يحبوا المسجد، يحبوا بيت رب العالمين، يحبوا رب العالمين، يحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، يسمعوا أخبار السلف، يسمعوا اسم أبي بكر، لأنه صار يسمعوا وليداتنا اسم ميسي واسم رونالدو واسم مع ريفالدو ولا مطلعين، واسم هذاك مارادونا، واسم ما رهدونا ما خلونا ما بقاونا، حتى انهم باش يطيحوا بينا هذا ميسي هذا يدز لمصر دز لهم هديه. شنو هي الهديه؟
بارك الله فيك. شكون اللي قال هذه باش تدي جاهزه وديها من عندك؟ اي شريها من عندك وديها. ها؟ مسيره. اي. مرتين او نجيب مثلا صور يعني. احنا ما يهمناش لان الكفر من الله وحده وعاونا من عنده الحق لانه انا استعرفيت. انا الناس يقول لك والاسرائيل دارت واليهودي هو عدوك ما راح يساعدك. عدوك عدوك. دوك يقول لك فرنسا تدير لنا في الزراد وما لا تدير لك تدير لك تخدم لك طرق ولا لازم تدير لك الزراد لانه عدوك وانما انت مش قاعد تدير برك لكن انت مقيد ها وردت كما القصه اللي قلت لكم عبد العام نتاع واحد جحاق يقول له دائما يجيبوا القصه تاع جحاق يقول لك جحاق قال لامو هو يسرح بالشريعه قال لامو قال لها كيفاش نعرف باللي راني انا راح نموت ولا مت قالت له كي يبردوا رجليك معناها راني لاباس معناها ان لله وانا الى رجل فهو قاعد يصرح المخلوق هكذا وبردوا الى اخره في بلاصه كيما تاع مزيطه هكذا الله يبرد فمع كفاح تنقص رجليه كان باردين يا خو قال بحالي انا مت وانا ما على باليش ها وهذه تنطبق علينا لان كثير منا ميت وهو ما على بالوش كثير منا ميت وهو ما على بالوش مش فقط مش عارف. نسال الله العفو والعافيه فقال لك خلاص بما انني ميت فقال لك نستلقي لنا الكيف هذا حتى انا خلاص انتهى فجاء الذيب حط في الشويه هذه فيهضر مع الذيب قال له الذيب قال له دير رايك قال له كان جيت حي ما ديرش هكا بصح كان عندك ميت دير واش حبيت وفعلا هيا هي هي نكته تقال لكن الواقع اللي رانا عايشين فعلا اعدائنا ليه مديرين فينا اللي ما يديرش ها ليه ها كون جينا حيين ما يديروش هكذا بصح كان عندنا ميتين لا دير واش حبيت فنسال الله العفو والعافيه فوين شفت من وصلنا شيخ عبد الله بن عمرو بن العاص نوليو العمر عبد الله بن عمرو بن العاص فتشوف كيفاش يربي لان نوليو الغلام فالغلام يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اتاذن لي في ان اسقي اسقي الاشياخ فالغلام الغلام عنده هذاك الاحساس باللي عنده كيان في هذا المجتمع عنده قيمه في هذا المجتمع وعنده راي ويحترم رايه فقال له لا يا رسول الله والله لا 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 أوثر بفضلتك أحدا أو كما قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هيا خلاص كبرنا بك ثانية واللي اتفق هيا شربوا الشيوخ كاش إنما أعطاه ليه باش يربيه تربية ها يوجدوا على أنه يشعر باللي عنده كيان عنده 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 قيمة في المجتمع عنده دور ممكن انه يديره وهذا هذا هما اللي فيما بعد كملوا المسير قول الشيخ باشي الابراهيمي على الحقوق يعني تاع اللي لازم نبداوها الشباب قال وملاك هذه الحقوق ان نعدهم للحياه على غير الطريقه التي اعدنا بها اباؤنا للحياه ارجو تكلمنا في هذا هذه الجمله والعلاقه تاعها بالتطور التكنولوجي يعني الشيء اللي كنا عندي ربوا عليه هنا بويانا كيما نقولوا عليه وقت واش هو الشيء اللي رانا راح نربيو عليه ولادنا مثلا خاصه في هذا الزمان يعني كل يعني اختلفت هذا الطرق واختلفت يعني كيما حتى العقليات تاع الاولاد الشيء اللي كان وقفات ما مش كما اللي راه يعني اختلاف كبير ف يعني نود منكم يعني تكلموا لنا على هذه النقطه اللي هي اختلاف التربيه بين الماضي والحاضر هذه يعني بارك الله فيك شيخنا محاضره ومداخله ما شاء الله قلتم في المحاضرة أن هذه الوسائل التواصل الاجتماعي هي مجرد وسيلة صحيح حقا هي مجرد وسيلة فالمسجد جمهوره محدود والمدرسة جمهورها محدود والجامعة جمهورها رغم كبره فيبقى محدود لكن هذه الوسائل تتيح الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة داخل الوطن وخارج الوطن فإذا ما استغلت أحسن استغلال وإذا ما توفر المحتوى اللائق والمحتوى الذي يرقى بمجتمعاتنا في هذه الوسائل فسوف تكون النتائج مبهرة إذا الحرب هنا حرب محتوى هل إحنا صنعنا هذا المحتوى؟ هل إحنا فكرنا في صناعة هذا المحتوى؟ إذا عوض المنع والحظر والمحاربة فلما لا نستغل هذه الوسائل بالإيجابيات ونعمرها بالمحتوى الذي نريده أن يصل لأبنائنا
وشكرا. ضرب النفس ذا قبل جلب المصلحة، والآثار تدل على المزيد. كما ذكرتم وكما ذكر المتدخل مؤخرا، أن الوسائل أو الوسائل للتواصل فيها إيجابيات وسلبيات، لكن ما نراه في الواقع يا جماعة راها تزداد السيئات والسلبيات أكثر فأكثر، والشباب ينحرف أكثر فأكثر، ورأي الإيجابيات راكم تشوفوا فيها يا جماعة. أنا نشوف بالإيجابيات تاعها محدودة، سلبية محدودة ضيقة جدا جدا، وسلبياتها تكاد تقضي على الشباب تاعنا في الحياة. وكما ذكرت من قبل أنها أخطر، هذا الإدمان هذا تاع التواصل هذا أخطر من الإدمان على المخدرات. أجماعة لازم لها حل، لازم لها تضافر جهود على كل المستويات، على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المدرسة، على مستوى المسجد، وعلى أكبر مستوى هو مستوى السلطة. لازم تتخذ السلطة قرار كبير، وقرار ودير هيئة ودير مجلس كيف تحل المشكلة. أجماعة راني أنا نشوف باللي الحالة خطيرة 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 جدا، وأعيدها وأكررها، لأننا شايفين الناس أصحاب المدمنين على المخدرات رغم نعالجوا فيهم ونشوفوا فيهم كيفاش راهم، لكن هذه اخطر واخطر يا جماعه. السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لازم المجتمع يتخذ، عفوا واش قال لهم؟ قال لو خرجنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فقال عليه الصلاه والسلام: فلو تركوهم وما ارادوا لهلكوا جميعا، لهلكوا جميعا، ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. يعني ما تحطش في بالك برك اللي او ربي سهل. إن شاء الله تخطيني وخلاص ربي سهل، يفلحوا ينجحوا ما ينجحوش ربي سهل. لا، فكر المسلم مش باش، فكر المسلم أن يساهم ولو بالشيء الخالي، كما كانت تدير المرأة السوداء تقوم المسجد تكنس الجامع، المرأة السوداء تكنس الجامع، ولما ماتت القصة اللي تعرفوها، ماتت أو النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجيش الأثر بتاعها، وين راحت مخلوقة؟ قال له ماتت ودفناها بلي، قال هلا أدنتموني؟ دلوني على قبرها، تدلوا على قبرها وراح صلى عليها. لا، شنو الهدف؟ الهدف هو باش يربي الأمة على أن كل واحد يقدم شيء لازم يكون عنده قيمة في المجتمع، حتى لو كان هذا الشيء بسيط، وكل واحد يسعى إلى أنه يقدم شيء ولو شيئا بسيطا. المهم أنه يشعر بالمسؤولية داخل المجتمع، ما يقولش ربي سهل، تخطيني برا، تخطي دارك، كما قصة جحاك، قال له تحاربت القرية، قال مسلم الدار، تحاربت الدار الثانية وراحت فيها، قال مسلم راسي، هذا فكر غير صحيح. اشتري قصة القلب كانه فكر غير سليم. الفكر السليم وشي هو انك تحس باللي فرد، راك فرد من مجموع، باللي راك لبنة في بناء، باللي راك عنصر من جماعة تسمى الأمة الواحدة، الأمة المسلمة. فلما ربي وليداتنا أحبابنا إخواننا، ربي وليداتنا بهذا الفكر الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب الصحابة، كيف كانوا، كيف كان يوجههم، كيف شوفوا حتى في الميدة، وربي حتى في الميدة يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، نظم له أمور. احنا لما نلقاو اخواننا نلقاو الكبار موش منظمين، كيفاش راح عندنا صغار واش تلقاهم يعني؟ واش تلقاهم؟ شوف العرس الان مسكرين الطرق، العرس الكورتاج كذا واحد الشيء نديرو معاكم في الكورتاج، ها عندنا لي 100 ربيع شوف معنا الكورتاج مسكرين طريق، ليه مسكر الطريق؟ هو حاط في باله اللي حر، اللي هذه تعب خطا، هو الناس راهي في حاله كبيره، وهو يحبس السياره يركض السياره عطاني عطاني خمس باقيطات، والجماعه اللي راهم قدامي كاين هذا الفكر ولا ما كانش؟ هو عندنا يشرب القهوه هكذا ويطيش في الطريق، وغيرها من الاشياء الكثيره. لما يقاري ما يقاريش مليح، كاين البلاصة باش يقاري وما يقاريش، يقعد تم، هو راني زارب ما نجيش لاتي، هي ما نجيش لاتي قاري برك، بل بعض الإخوان يقول لك هذا جاي يطلع القاري، أهلا هي من هنا نبدأ، من هنا نبداو، إلا نظمنا احنا أنفسنا، وليداتنا يلقاونا احنا منظمين، رايحين هما يخرجوا من الطريق، أهلا يلقاونا منظمين ينظموا أنفسهم، يلقاونا احنا فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم ولا صلاة إذا جهالهم ساد. فإخواننا دور الشباب دور مهم جدا في الحقيقة، هم شفتوا شباب الإسلام الأول وشباب الرعي الأول ماذا صنع
من بطولات من اشياء عظيمه. هذوك اللي قتلوا ابو جهل زوج شباب صغار وما يعرفوش حتى ما يعرفوش هم صغار. يقول عبد الرحمن بن عوف كنت بين شابين بين غلامين من الانصار يعني كانوا صغار بزاف تمنيت لو اني كنت بين اضلع منهما يعني تمنيت ان اكون الواحد مقبل على معركه قراني قدام مع جماعه قويه هذا باش الواحد يشجع شوي وزوج دراري وهم ساميني وعد علمنا واحد ليس قال انا قاعد نقول هكذا واحد جبده باش تشوف المستوى العالي الشباب مستوى عالي مستوى رفيع ها فجبده قال له يا عماه اتعرف ابا جهل لا حول ولا قوه الا بالله تحوز من ابي جهل وما تريد منه؟ قال له سمعت انه يسب رسول الله لا اله الا الله. شفت كيف تربوا يا اخواننا تربوا انه حاس باللي الدين نتاعو باللي الامه نتاعو باللي هو مسؤول داخل الامه باللي لازم يقدم شيء لامته. سمعت انه يسب رسول الله وش راح يدير؟ قال له لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منه. كنت لقى نويه لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منه. هو غلام صغير يقول هذا الكلام الكبير. ليه؟ لانه نشئ النشاه الحقيقيه وربي التربيه الحقيقيه اللي كان يقول عليها الشيخ بلاش العبراني. توجدوا تهيئوا تغرس في افئدته لان اعمال السلوك نتاج فكر سلوك انا نسلك سلوك معين. لا مثلا ما نجيش انا ندير محاضره بالشرط لا ما نديرش محاضره بالشرط نقدر ندير بالشرط ولا طالب وخاذل مني لا لان عندي فكر انعكس على سلوكي. الفكر اللي عندي مش اني مسلم لازمني شويه احترام لازمني هنداب محترم مش انا اللي يديرني هذا سلوكي. ساعات تلقى واحد ما عندوش هذا الفكر تلقاه يمشي بالشورت عادي هاو يدخل اماكن عامه عادي هاو يدير اي حاجه بصوره عاديه. ليه؟ لان الفكره يحدد السلوك. احنا محتاجين اننا نصحح الافكار باش تصح السلوكيات. انما احنا حابين تصح السلوكيات بلا تصح الافكار ما تصحش. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يقول لهم هيا نهدموا الاصنام واش دير لهم؟ هدم لهم الفكر اللي كان يعبدها هو اللي هدمها. سيدنا خالد راح للعزة بدا يطعنها ويقول يا عزة غفرانك لا غفرانك اني رايت الله قد اهانك. هذا نفسه كان في احد يدافع عن العزة ويدافع عنه بل ويدافع عنه. تغيير الفكر مهم جدا فمحتاجين احنا ايضا احنا تتغير افكارنا نعرف كيف نربي كيف نوجه كيفاش نوصل لذاتنا الى انهم يصبحوا مثل هذين الغلامين اللي كل واحد منهم يجبد في عبد الرحمن بن عوف درجه على صاحبه. لو تعرف ابا جهل فقال له قال ما جيت تخلص هذا حتى نجبدني الاخر ثاني واش تحوس ده؟ قال له اتعرف ابا جهل واش تحوس عليه؟ نفس الكلام لا فكر واحد تربيه واحده رباهم النبي عليه الصلاه والسلام على همه عاليه. اشتا صغير تلقاه صغير صح حاجه عظيمه سفاسف الامور هذه وامور اللي ما عندها حتى معنى لكل يترفع عنها رضي الله عنهم وارضاهم. فاحنا احبابنا دور الشباب دور مهم جدا في البناء هذه معروفه عند اي امه من الامم شبابها هم بناتها لكن بنات لازم هما يتبناوا باش يبني لازم يتبنى باش تبنيه لازم لك مده لكن معليش الانسان يصبر معاها كل واحد منا يؤدي الدور اللي قادر عليه ما يبخلش يا اخواننا. كل واحد منا الراجل المراه الكبير الصغير كل واحد يحاول انه يدير دور كما المراه السوداء اوجدت لنفسها دورا وهي انها تكنس الجامع. كل واحد يؤدي دور على قد ما يقدر وان شاء الله سبحانه وتعالى بتكاتف الجهود نوصل للنتيجه المرجوه. لكن ما نستعجلوش لان الامر يحتاج الى زمن والزمن جزء من العلاج. احنا رانا في وقت صعيب شويه مش الوقت صعيب وانما الظروف اللي محيطه بنا تحتاج منا الى حكمه. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. محتاجين احبابنا اخواننا محتاجين الحكمه محتاجين اننا نعرف باللي انك اذا ما تقدمش اي حاجه ما تتقدم اي حاجه. اذا ما تقدمش انت اي حاجه ما تتقدم اي حاجه.
المهم انك تبذل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا اذا قامت الساعه في يد احدكم فسيله فان استطاع ان يرسها في الاخر يفعل، انما اراد ان ينبهنا الى ضروره انك تدير اللي قادر عليه متمشى. وهذه مقترحه تجد يا اللي راح تقوم الساعه هي مش تبي الامور، انما انت تزرع بر، ولما تزرع وتكون نيتك صادقه مع رب العالمين تشوف النتيجه المرجوه باذن الله سبحانه وتعالى. نسال الله عز وجل ان يغفر لنا وان يتوب علينا. عشر دقائق كاملة معليش خلوا الميسايتين أن يتحكم دي منا نجيبهم منا ونروح فيه من هنا يحتاج شوية راحة. لكن الخلاصة وشي يا أحبابنا، لأن الموضوع هو وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي قلت في المقدمة وسيلة تحتاج منا إلى أننا نوجد لها إنسان يحسن التعامل معها متاني، لأن هذه الوسيلة فيها خير كثير. أيضا احنا دائما نشوفوا نص القرع الفارغ، لكن هذه نصها مليان ثاني، فيها خير ولا ما فيهاش؟ فيها. لكن لازمك توجد لها اللي يحسن التعامل معها. توجد اللي يدير في القرع الماء ما يديرش فيها حاجه اخرى. توجدوا. كيفاش توجدوا؟ كل واحد يؤدي دوره، الرجل يؤدي دوره، المراه تؤدي دورها، الاسره، المجتمع ككل يحس، المسجد يؤدي دوره، المدرسة تؤدي دورها. وإذا أديت هذه الأدوار كلها بإذن الله تعالى نصل إلى نتيجة. ما نستعجلوش، لأن سيدنا أبو الدرداء الله أعلم لقاه يزرع في شجر، هو شيخ كبير، فقال له تا حاكم في الدنيا هذه حتى تديها العاقل، هذا الشجرة هذه اقترحت وجهه، قال لهم زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون. نوجدوا اللي راهم جايين، نؤدي دوري اللي قادر عليه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، انما ما نجبدش روحي ونقول ربي سهل، لان ربي سهل السفينه تغرق. السفينه تغرق، لان ما كانش معها راح يديروا خرق في السفينه، فخليهم السفينه كثروا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا، ان يسددنا، ان يثبتنا، ان يتقبل منا، ان يتجاوز عنا، ان يصلح شبابنا، ان يصلحنا جميعا، وان يصلح نساءنا. نسال الله عز وجل ان يغفر لنا وان يتوب علينا. نساله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا جميعا، وان يغفر لنا بها ويغفر لوالدينا بمنه وكرمه ورحمته، انه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان الله اخواننا، دلتكم يعني ظنيت بنيتي فيه حاجه عظيمه فما لقيت والو، فان شاء الله تديوا اجر الصابرين، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ومنكم ولكم.